بطلتك الحلوه، والادوار اللي بتعمليها حتى لو ادوار ساعات بتبقى ادوار يعني ارستقراطيه، او ادوار حتى بنت بلد، او ادوار شريره شويه، او فانت بتلاقي في كل حاجه ما شاء عملت الله. كله يعني الحمد لله. بس البدايه كانت مع العظيم، ولا يعني صححي لي لو الله انا غلط، يرحمه الله يرحمه. الاستاذ فؤاد المهندس ده ايوه حقيقي؟ استاذي استاذي طب الله يرحمه. كلميني البدايه كانت ازاي، وكلميني لما تبتدي كده بنوته صغيره تبتدي من الباب العالي مع الاستاذ فؤاد المهندس. الله يرحمه طبعا ليه معزة عندي خاصة قوي، لأن بحبه جدا جدا حبيبي بجد حقيقي. وكان بيتعامل معايا مش شغل يعني، كنت عارفة أحس إن وأنا بصور بنت حد جميل جدا. اتعرفنا، كنت في الاستوديو بالصدفة، فلقيته بيقول لي أنا محتاج معايا، فأنا عارفة من الفرحة قوي. استاذ فؤاد ده فؤاد مهندس يا جماعة. حاجه عارفه يعني بالنسبه لي يعني قويه جدا. ففرحت جدا، قلت له انا مع حضرتك في اي حاجه، اي حاجه اللي حضرتك عايزه انا تحت امرك. فبصراحه اشتغلت معاه، بدات بقى عمو فؤاد وهي الاجداد، عمو فؤاد رايح يصطاد، عمو فؤاد بيلف بلاد، عمو فؤاد في اجازه يا كل ولاد، دول كل سنة كنت بقيت معاه شغاله بقى وراه بقى. ما شاء الله. وانا عامه بحب شغل الاطفال جدا، لان كنت بشتغل في مسرح تحت 18 في البالون ايام حمده ابو العيله، ايوه، واستاذ سامح السريتي، استاذ عبد واستاذ سمير الغفار عوده، وسمير سمير حسني، ايوه، وعبد الوهاب خليل، وعزه بلبه، وايوه والاستاذ سامي ومعيد، والله نسيت دلوقتي الناس سامي عبد قديم، الحليم، سامي عبد الحليم. يا سلام. فكنا بنعمل شغل جميل قوي واطفال. ومي عبد النبي، ومي عبد النبي جميلة. طب هي فين مي عبد النبي؟ هي مش هي موجودة، هي موجودة بس زي زينا كلنا. اللي هو احنا فين بس، طب انت فين؟ اهو معاكي. قمر لا يعني مش منتشرة بالشكل اللي يليق بإمكانياتك. هو لحد فترة كنت على طول لي أعمال في رمضان، وكان شغل جميل جدا، اشتغلت مع أساتذة كبار. بس طبعا الأجيال بتتغير، يعني أنا طبعا مش بعتب على المخرجين الجداد ولا المنتج ولا لأ. ليه؟ لأن في تغيير يعني. أنا حتى بناتي ساعات أبقى مثلا في مسلسل في بنوتة طالعة بنتي وبتاع، فأقول لهم بنتي يا ماما دي معروفة دي انت عندك، انت اسرتك يعني عندك ولاد؟ بنتين بسم الله رنا وروان، مالهمش اي علاقه بالفن؟ اشتغلوا معايا في الحاجه زوره. الله الله. وبعد كده بقى خليت التعليم بالنسبه لهم يبقى الاساس. اساس. لكن لو واحده فيهم عايزه تكمل انت مش هتمنعي؟ لا طبعا، لا لا خالص، اصل الفن برضو حاجه جميله ورساله طبعا. وحاجه برضو راقيه وحاجه